لما يشوفوا حجم استثمارات الاول يبقى متخوف. نعم. ده اللي احنا عملناه، ان احنا قلنا نخش نضخ بعض الاستثمارات بحيث ان نطمن المطورين كشركه. أيوة. ونخش نضخ طبعا في البنيه الاساسيه، في الطرق، في الـ في الـ في المرافق، في الحاجات دي كلها لحد النهارده مهم. طيب احنا لا احنا تكلفه المرحله الاولى عندنا انا كلها. طالما بكسب انا بقول انا بصرف. انا احنا كشركه وهننزل كل ارقامنا جماعي يوميه، وهتلاقي نازله هتعملوا جماعي يوميه طبعا. احنا شركه، حضرتك شركه زي شركه قانون 159 يعني عندكم رقابه وعندكم متابعه. عندنا اكبر مكتب مراجعه في العالم، واحد من اكبر اربعه في العالم، غير طبعا الجهاز المركزي للمحاسبات. دول جهتين مراجعه، اكبر واحد من اربع مكاتب كبار في العالم يعني مع احتفاظه بالاسم. احنا مكتب مراجعه عندنا، فيعني والناس دي ما عندهمش يعني مين مالك مين. ده كتاب عنده لازم يشتغل، لو مش زيه بيرفض ما ان هو يراجع على الميزانيه ويرفض ان هو يعملها. فاحنا الحمد لله يعني يمكن قريبا جدا في الجمعيه العموميه عشان يعني نتائج 22. كانت بتحصل كمان، بس 22 دي مرحله فيصليه بالنسبه لنا كشركه. فالجمعيه العموميه قريبا جدا من خلاص المراجعات النهائيه والاعتمادات، وان شاء الله هنعمل يعني يمكن خلال اسبوعين هنعمل بقى الميزانيه بتاعتنا. يجي الملاك بقى يحاسبوني. يجي الملاك يشوفوا النتائج ويشوفوا الحاجات دي كلها، ونشوف العوائد رجعت للدوله قد ايه من اتحققت من هذا الاستثمار. ما الدوله حاطه احنا كشركه في راس مال، لازم الملاك يشوفوا العوائد على هذا راس المال جايب نتيجه مش جايب نتيجه. وهكذا فبيعتمد الميزانيات والحاجات دي كلها وتوزيع الارباح يعني زي اي شركه، زي اي شركه مطور او شركه صناعيه لازم يبقى ليها ميزانيه وليها ارباحها وليها توزيعاتها وكل حاجه. عظيم. فاذا في اجهزه بتتابع، جهات بتراقب. الموضوع فيه حوكمه. ايوه بقول لحضرتك، احنا شركه قانون 159 زي اي شركه. عندنا المراجع الداخلي، عندنا اداره مراجعه داخليه بتاعتنا، عندنا النهارده 2 مراجعين خارجيين للميزانيات بتاعتنا واجراءاتنا. الناس بس يعني لازم تعمل، هو ده مشروع استثماري ليه عوائد، مراعين كل الحاجات اللي فيه، الحاجات حتى الخدميه والكلام ده كله، مش يعني بكل ضرائب ولا بره الضرائب. يعني اعتقد احنا السنه دي هنبقى اكبر شركه تدفع ضرائب للدوله السنه دي ان شاء الله. تدفعوا كام؟ لسه دفعنا تحت الحساب لغايه دلوقتي 2 مليار تحت الحساب. لحد ما اعتمد الميزانيه، بمبنى الارباح هنكمل. يعني الرقم ده ممكن يزيد. في طبقا للقانون لازم كان قبل 30/4 ندفع جزء من ضرايبنا لحد ما نعمل الجمعيه. 2 مليار الاول دفعنا 2 مليار كويس. دخل وزاره الماليه. ممتاز. ثم بعدين لما نعتمد الميزانيه عندنا ونتحدد الارباح بنكمل بقى، نشوف فاضل علينا قد ايه ونكمل عليها. الكهرباء والحاجات اللي مؤسسات الدوله بتدفعوا لها بندفع لها وبناخد منها. بتاخدوا منها بمعنى احنا بندفع لها، لان هم في احنا كاننا بنشتري الكهرباء على حدود منطقه العاصمه وبنعيد توزيعها احنا جوه. وبالتالي من بره بندفعها برقم كانها تحويلات كبيره، ومن جوه العاصمه احنا بنعيد الكلام. واحنا النهارده في صدد ان احنا بننشئ شركات متخصصه للمرافق. يعني هتبقى شركه متخصصه للكهرباء، مسؤوله عن خدمه الكهرباء والتحصيل وكل حاجه. العاصمه بس؟ للعاصمه بس. لا كويس. شركه زي ما حكيت، احنا بنتعامل كشركه وبنعمل اللي احنا عايزينه. كويس قوي. فاذا النهارده برضو بنطمن الناس انه هذه الشركه بتحقق مكاسب. الحمد لله. هذه الشركه بتدفع ضرائب. الحمد لله. هذه الشركه لها جمعيه عموميه. طبعا. هذه الشركه بيتراجع كل جنيه طبعا بيدخل او بيخرج منها. طبعا. يعني زي ما بقول كده الموضوع مش متساب. لا 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 للصدفه. لا لا لا. واحنا حاجه هيك، احنا شركه بنتعامل بالقانون داخل دوله. احنا مش احنا شركه ولا قوانين هي اللي بتحكمنا. نعم. زي ما قلت لحضرتك احنا شركه مؤسسه على قانون 159 قانون الاستثمار وتعديلاته. يعني هو ده طبعا. منطقه تانية حضرتك بنبص عليها برضو دلوقتي. يعني برضه في العاصمه، ده الاقليمي. نعم. ده برضه احد الاحياء السكنيه خلاص جاهزه دلوقتي للسكن، تشطيبات وشغالين في اللاندسكيب. يمكن اللي باين بعيد دي اول مستشفى دلوقتي حاجه بقت شغاله. مستشفى اللي هي المبنى الابيض دوت. دي بقت مستشفى حاليا تعمل. وزاره الصحه خليتها التامين الصحي بيديرها دلوقتي حاليا. التكليف اللي اخذته من سياده الرئيس لما عينت رئيس شركه العاصمه، ايه اول تكليف اخذته حضرتك؟ بدء الحياة صراحة. في العاصمة الإدارية. الحياة. الانتقال الحكومة أو المواطنين، نجهز كل حاجة والطرق وكل حاجة للمواطنين إن هم يبتدوا بقى يسكنوا. وإحنا بالفعل عندنا النهاردة يمكن حوالي 20-30 أسرة بقى لهم يمكن أكتر من 6 شهور متواجدين عايشين معانا ساكنين.